إنفاذا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، عادت المراكز الصحية ببلدة العوامية لاستقبال المواطنين، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها وإعادة صيانتها لتصبح جاهزة لمراجعة المرضى بشكل اعتيادي من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا. إعادة تأهيل المركزين وصيانتهم بالكامل إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية ومحافظة القطيف، ونشكر الدعم الذي قدموه في المديرية العامة للشؤون الصحية لاكتمال تجهيز المركزين. المركزين يقدمان كامل خدمات الرعاية الصحية الأولية من تطعيمات وأمومة ورعاية صحية للمواطنين. أهالي بلدة العوامية عبروا عن سعادتهم بعودة الحياة إلى طبيعتها في البلدة وعودة جميع الخدمات التي تعطلت للعمل بشكل طبيعي. نحن سعداء بإعادة الخدمة إلى بلدتي العوامية والقائمين عليها، وعلى نشكر حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها أبونا وملكنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين ووزارة الصحة على إعادة الخدمات إلى بلدتي. نشكر جميع المسؤولين الذين ساهموا في هذه العودة. طبعا الخدمات كانت معطلة الفترة الماضية، والآن بما أنها رجعت فنحن سعداء جدا بعودة جميع مرافق الحياة، المدارس، النادي، جمعية العوامية، كذلك مستوصف العوامية. تأتي عودة خدمة المراكز الصحية استكمالا لعودة جميع الخدمات في العوامية، وذلك بعد استتاب الأمن في البلدة. محمد المحي، الإخبارية، العوامية.